أغرب الحدود بين الدول، توجد العديد من الحدود الدولية الغريبة حول العالم التي تثير الدهشة والتعجب. واحدة من أبرزها هي الحدود بين هولندا وبلجيكا في بلدة بارل، حيث تتداخل حدود البلدين بطريقة معقدة. يمكن أن تجد نفسك في بلجيكا وأنت تتناول القهوة في هولندا في نفس المقهى. خطوط الحدود هنا تمر بين البيوت والمحال التجارية، مما يجعل هذه البلدة وجهة سياحية فريدة. حدود أخرى غريبة هي الحدود بين الهند وبنغلاديش، حيث توجد الجيب المعزول، وهي مناطق صغيرة من الأرض الهندية داخل بنغلاديش والعكس صحيح. هذه الحدود جعلت الحياة اليومية للسكان معقدة للغاية، حيث يحتاجون إلى عبور الحدود بشكل متكرر للوصول إلى الخدمات الأساسية. وأخيراً الحدود بين الولايات المتحدة وكندا في بلدة ديربي لاين، حيث تمر الحدود عبر مكتبة ومسرح قديمين، مما يعني أنك يمكن أن تكون جالساً في كندا وتشاهد عرضاً في الولايات المتحدة.